أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم في هذه الأمسية الرمضانية بمقر مؤسسة بسمة للأعمال الخيرية، لنحتفل جميعا بصعود نادي الاتحاد الإسلامي الوجدي لكرة القدم إلى حظيرة القسم الوطني الثاني للنخبة. وأول ما نفتتح به هذه الليلة، ليلة الوفاء لهذا الفريق العريق، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الشاب سعيد قادري، فليتفضل مشكورا.